أسأل الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم رائدة الأعمال المدام لما من CVZ أونلاين. أهلا مدام لما. يا هلا فيك. بداية مرحب فيكي من ABC برنامج رواد الأعمال. نتمنى بداية تعرفينا المزيد عنك وعن بدايات CVZ. اسمي لما الحسن من بترتيج بين لبنان، والي من بلد العالم الثقافي جيت على الإمارات بدبي، بلد تحقيق الأحلام والأهداف ورؤية المستقبل. CVZ أونلاين بالأساس هي فكرة قديمة جداً، كنت صغيرة لسه، يعني كان تقريباً CVZ لسه بداية الإنترنت، هي وقتها توقعت ممكن يكون سنتر فيرتشوال زون، يعني هو المنطقة الافتراضية، ممكن تكون بالمستقبل يصير الإنترنت يعني كقرية صغيرة تواصل بشكل جدا سهل. طبعا وقتها كان لسه كتير عم فكروني بحلم، وهذا كان طبيعي لأنه بس الحمد لله حاليا ب 22/2/2022 سجلت CVZ أونلاين بدبي بنفس التاريخ تبع افتتاح متحف المستقبل، إن شاء الله حتى يكون كمان رؤيته مستقبلية وأيقونة للمستقبل الكريم، أتمنى ذلك. يعني مدام لما، ممكن تخبرينا شو هو السيجنتشر اللي ميز CVZ وهي الخدمات التي قدمتها عملائها؟ السيجنتشر الأساسي طبعا هو الIoT أو الدبل IoT اللي هو Industrial Internet of Things، يعني هو السوفتوير، نحن طورنا السوفتوير بالذكاء الصناعي، بمعنى أنه هو مثلا كان ممكن يكون سمارت ERP، بس نحن طورناه ليصير أبعد من هيك، لحديد ما يصير أنه فينا نحن الحمد لله نقدر ناخد الشركة من الزيرو، من عند المواد الأولية لحديد ما يوصل للكاستمر، للأند كاستمر، للأند يوزر، بفول مانجمنت بالذكاء الصناعي. نحن CVZ أونلاين طورنا البرنامج، هو البرنامج بالإجمال لتفصيلي، يعني فينا نفصله على كل شركة بحسب احتياجاتها. طبعاً أكثرية الشركات العالمية وببرامجها بيكون مودلز أوريدي جاهزة، وبعدين بيحاولوا يعملوهم حسب احتياجات الشركة أو نوع العمل تبعها. نحن عملنا بالعكس، يعني كل شركة هي مثلاً شو هو الاحتياجات بتاعها فصلناها على قد، مشان قايلين تفصيل، مش راح تفصل التيابو على قد، ونفصل البرنامج بحسب الشركة نفسها. طبعاً في كتير شركات مثلاً هي أوريدي مرتاحة بالبرنامج تبعها، بس ممكن تعاني بطء مثلاً باستخراج التقارير السنوية ولا الشهرية. نحن قدرنا نحل بهذه الشغلة بالAI Engine سميناه هيك، ممكن نحط يعني البرنامج على أي برنامج حتى لو كان عالمي وكبير، طبعاً ما بقدر أسمي البرامج المشهورة، بس قدرنا نحطه عليه، وهيك حيكون كبوستر، يعني بدل ما التقرير. أنا حالياً عرضت البرنامج على شركة كتير كبيرة بدبي، عندهم أكثر من 300 سيارة، سيارة توزيع لهن تراكس، وفعلا الوقت كان عم بقول له شوف كيف انا ممكن طلع التقارير السنويه تاعتك او حتى الشهريه، لسه عم بقول له تفضل شوفها، قال لي شو صار، طلعت هي البنات، طلعت يعني بغمضه عين لحظه، وهيدي كانت مفاجاه جدا لانه ملايين التقارير تطلع بلحظه، هيدي جدا صعبه، حتى البرامج العالميه ما بتعملها بشكل جزئي، ممكن تاخذ كذا يوم. والحمد لله نحن قدرنا نعملها يمكن تفكروا بشيء من الخيال اللي هو حقيقة، ممكن أي حدا يجرب هالشيء. نحن بالنسبة لأصحاب الشركات اللي حابين يعني يستفسروا أكثر عن البرنامج ويعرفوا القصص عن الشركات اللي أوريدي أخذته وكيف أنقذهم مثلا من الإفلاس، كيف أنقذهم بالحفاظ على الأسس تاعولهم، وكيف وفروا كتير شغلات، كيف لقطوا الشبكات الموجودة ضمن الشركة بدون ما هن يكونوا عارفين. في عنا زوم ميتينج كل 13 شهر إن شاء الله، وممكن يكون في معنا كمان أحد أصحاب الشركات يلي قصص نجاحهم اللي صارت بالبرنامج هيدا. إذا حابين تتعرفوا نحن نطريكم كل 13 شهر. بالإضافة للسوفتوير نحن عنا الIoT، ممكن مش بس الIoT للسوفتوير، ممكن لشغلة تانية، وعنا سمارت باركينج، في عنا كمان الديجيتال ترانسفورميشن، وفي عنا الديجيتال ماركتينج والفيسبوك، في عنا الجوجل ريت، أوكي،
بالنسبة للفيسبوك اللي هو في عنا هدية خاصة لABC Production، أنه مع كل حملة إعلانية حيكون في إدارة مجانية لصفحة الفيسبوك لمدة شهرين. مدام لما ممكن تخبرينا بعد النجاح الرائع اللي حققتيه بالإمارات، ما هي الخطة وما هي الرؤية المستقبلية للشركة؟ إن شاء الله بعد النجاح بالإمارات نحن عندنا خطة مستقبلية موصلة للعالمية إن شاء الله تعالى. وحالياً مثل ما قلت لك عاملين شراكة مع الشركة بتركيا وبريطانيا، ومن خلالها نحن عم نفوت على أوروبا، وإن شاء الله نتوسع كمان هون بالميدل إيست كله ونغطي أكثر ما بنقدر. نتمنى لكم دائم التوفيق. شكراً كثير لك. مدام لما، من خلال خبرتك كرادة أعمال، شو بتنصحي رواد الأعمال الجدد اللي بيحبوا يأسسوا عمل خاص داخل الإمارات؟ الصراحة أهم شيء يتمسكوا بطموحاتهم وأحلامهم. ممكن كثير بالأول يكون في صعوبات جدا لدرجة يوصلوا ليأس، بس لازم هيدي النقطة توصل مرحلة اليأس تقول لا إن شاء الله أنا حأنجح، ويرجع يستعيد ثقته بنفسه ويشوف شو الشغلات اللي مثلا أكثر شيء وصلوا له وحققوا له نجاح وما كان أصلاً شايفه نجاح. بس هو فعلاً نجاح بقى تلاقي مثلاً مثل ما قلت لك، يعني الردود الفعل اللي بتشوفها من الناس يلي أنت بتكون فكرة بسيطة بس هي تكون جداً عظيمة. بالنهاية ممكن تخبرينا وتخبر جميع المشاهدين بتابعوك كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع CVZ أونلاين؟ نحن هون حالياً بالكونفنشن تاور برج المؤتمرات بمركز التجارة العالمي بدبي بالطابق الثالث، وفي عنا كمان طبعا على الفيسبوك وعنا انستغرام لينكدين. اتمنى لك مدام لما دام التوفيق والنجاح. شكرا لك. شكرا كثير. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.